بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا مع فوائد الحلبة، نتكلم في هذا المقطع عن نحافة الجسم. بعض الناس ينخفض وزنه عن منسوب عمره، ولذلك يحتاج إلى ما يسمى بالتسمين الجسدي العلاج، ويستعمل لتسمين الجسم مغلى الحلبة ومسحوقها، ويشرب في اليوم مرتين قبل النوم وعند الاستيقاظ صباحا، فإن ذلك مجرب ومفيد. كما ينصح بعض حكماء الطب بتناول بعض حبات الحلبة قبل النوم، حتى 7 حبات قبل النوم، حبات جافة، ويشرب بعدها كوب ماء. إذن بعض الناس كتلقى العمر ديالو مثلا متقدم في العمر، ولكن البنية الجسدية ديالو هزيلة وضعيفة. هذه نحافة الجسم. بعض الناس ينخفض وزنه عن منسوب عمره، يحتاج إلى ما يسمى بالتسمين الجسدي، وباستعمال هذه الحلبة، يعني واحد التسمين طبيعي صحي ما فيه حتى مشاكل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.